ومن غزة ينضم لنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا. هشام أهلا بك معنا. مبدئيا حدثنا بعد سنة من القصف، من الاستهداف، من النزوح، كيف هي الحالة الإنسانية؟ ما هي حصيلة سنة من استهداف كل القطاع؟ وما هو الوضع حتى الآن؟ يسعدني الحديث معكم، ولا بالرغم من أنها يعني ذاكرة سيئة للغاية، هي ليست بالذاكرة لأنها لم تنتهي، حدث مستمر ومتجدد، وللأسف لا يوجد هناك بريق أمل في المستقبل القريب بأنه سوف يتوقف. وأريد أن أبدأ حديثي أيضا بأن أستذكر زملائنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزملائنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الإنسانيين الذين قضوا وفقدوا أرواحهم بفعل القتل وبفعل القصف وبفعل القتال. آلاف المدنيين قتلوا، جرحوا، اعتقلوا، والملايين شردت في قطاع غزة. لقد حذرنا منذ الأيام الأولى منذ بدأت هذه الحرب الضروس من تبعات عدم احترام وتطبيق ومراعاة مبادئ قانون الدولة الإنساني، أي قوانين الحرب التي لم توضع من أجل إيقاف الحروب أو منعها، ولكن وضعت لتحييد المدنيين وحفظهم، حفظ كرامتهم الإنسانية ومنعهم أكيد. والوضع صعب كما تفضلت. صحيح، والوضع صعب كما تفضلت بالإشارة، وقد يكون أصعب بحسب معلوماتك لأنك موجود وقريب لهذه التفاصيل. كيف يعيش الغزيون اليوم داخل القطاع، خاصة وأن إسرائيل تقريبا وصلت واستهدفت كامل المناطق، وندرك بأن المدارس وأماكن الإيواء لم تعد قادرة على استيعاب الكل؟ أولا، لا زال التحدي الأكبر والأول هو عدم توفر الأمان. لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بأكمله، والملايين في غزة يعني يذهبون إلى النوم بدون معرفة إذا ما كانوا سوف يشهدون صباح اليوم التالي. هذه حقيقة نحن نلمسها أينما توجهنا وأينما كنا. ثانيا، أينما توجهت في قطاع غزة تجدين احتياجات إنسانية غير ملباة، عدم توفر مياه نظيفة، عدم توفر غذاء، عدم توفر دخل للأسر لكي يعني توفي احتياجاتها الإنسانية أو احتياجاتها الأساسية. مشاهد العويل والبكاء وتوديع الآباء لأبنائهم والأبناء لآبائهم وأمهاتهم. الأسر تقطعت أواصرها. آلاف الأسر لا تعلم مصير أبنائها الذين اختفوا. هل لديك أرقام غير معلوم؟ هل لديك أرقام عن المختفين؟ بكل تأكيد. خلينا نحدث شوي الأرقام يعني حتى نفهم ما مدى ضخامة المشهد ومأساة المشهد بعد سنة. يعني منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، أي قبل أسبوع تقريبا، استقبلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر خطوطها المباشرة التي لم تتوقف استقبال مكالمات من الأهالي 9444 هاتف أو اتصال من أسر تريد البحث عن ذويها المفقودين، سواء من كانوا قد تم اعتقالهم من قطاع غزة أو من لا زال مصيرهم مجهول بسبب اختفائهم. قد يكونوا تحت الأنقاض، قد تكون جثثهم قد تبخرت مع الانفجارات. ومن أصل هذا العدد تقريبا قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل مع أكثر من 1200 أسرة لإبلاغها بمعلومات قد وردت عن مصير أحبائها، سواء كانوا من كانوا في الاعتقال أو إذا ما تم تأكيد يعني وفاته. وأؤكد أيضا وأجدد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت منذ أكتوبر الماضي، منذ 7 من أكتوبر، قرار السلطات الإسرائيلية، سلطات الاحتجاز الإسرائيلية، بقرارها تعليق زيارات الاحتجاز التي يقوم بها مندوبي الصليب الأحمر إلى السجون الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة لم تتوقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العمل بشكل مباشر، سواء كانت مع السلطات الإسرائيلية أو مع طرفي النزاع حماس وإسرائيل أو مع الدول والحكومات ذات التأثير والعلاقة، من أجل إتاحة المجال لممارسة دورنا كوسيط إنساني محايد بالوصول للمعتقلين، بالوصول أيضا للرعاية في غزة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هناك الآلاف من في قطاع غزة ممن هم مصابين، ممن هم جرحى، أوضاعهم الصحية أصبحت متدهورة بشكل غير مسبوق بعد انتظارها أشهر منذ إغلاق معبر رفح، وهو كان البوابة الرئيسية أو المنفذ الوحيد لإنقاذ الأرواح ممن يستدعون رعاية طبية خارج قطاع غزة. نعم. قبل بدء العملية العسكرية في رفح كان يتوفر هناك حمام واحد عمومي لكل 900 شخص.
الآن تدمرت رفح، نعم ازدحم السكان في مناطق أقل مساحة، وهذا يتدخل يعني استدعى من تدخلات في مجال توفير العديد من الحمامات، توفير العيش لآلاف الأسر، توفير البطانيات وغيره من الاحتياجات الإنسانية الأخرى. ولكن الحقيقة تكمن هنا بعد عام من الاستجابة الإنسانية، أن قدرة القطاع الإنساني بأكمله لا تستطيع الاستكمال أكثر من ذلك، ولا وضحت تستطيع الفكرة. الاستجابة أعذرني على المقاطعة هشام، وضحت الفكرة، نعود لك في نشراتنا القادمة، والأكيد سنبقى وستبقى العين على كل هذه الأعداد والأرقام. من غزة المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام هنا، شكرا جزيلا وبالتوفيق لكم هشام.